السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كنتمنى الأكلات اللي كنقدموا لكم تكون نالت الإعجاب ديالكم، لهذا ما تبخلوش علينا بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. جيناكم اليوم بالأكلة الشهيرة الإسبانية البيضة، وهي في الحقيقة من جذور عربية أندلسية وتسمى ببقايا. وبقوا معنا باش ندوزوا للمقادير. كنحتاج أعزائي المشاهدين القمرون، كنحتاج كذلك إلى الأرز، وكذلك سنحتاج إلى فواكه البحر، وكناخد مطيشة والفلفلة والبصلة، وكنديرو مربعات صغيرة على هذا النحو. كنحتاج كذلك السكينجبير البلدي، كنحتاجو للتاو، كنحتاجو كذلك الربيع المصبوغ مع النوص، وكناخدو الدجاج كنقطعو إلى قطع صغيرة على هاد النحو، وكنحتاجو للزبانة والفلفلة ناخدوها في الوينات باش نديرو بها الشكل، كنقطعو على هاد النحو هذا، وزعفران شعرة، ونصف كوب من الليمون أي الحامض. والآن غادي نشرعو باش نصيبو المرق اللي غنروبو بيه البايلة ديالنا. ناخدو الكروفات نديرو في إناء، كنضيفو عليه الماء الساخن، كنتركوه، ثم كنديرو سكينجبير البلدي كنحكوه في إناء فارغ، نحكوه هكا، هو كيدير واحد الإضافة رائعة. غادي ناخدو زعفران، نديرو الملح، ثم كناخدو الصفاي نديرو في إناء، نفرغو في الماء اللي دايرينو في الكروفات، وتماما نزيدو أعزائي المشاهدين المعدنوس، نديرو من الفوق على هذا الشكل. والآن نبدأ على بركة الله في عملية الإعداد. ناخدو مقلاة كبيرة، نوضعو فيها زيت الزيتون، ثم نوضعو البصل، نخلطو مزيان، تيدخل مع النار يدخل مع العافية. النار تكون متوسطة، ما تزيدوش العافية، ما غاديش تطيب لكم مزيان، تقدر تحرق لكم. وعلى هذا الشكل هذا نحطو البصلة ديالنا، نحركوها مزيان، ثم كناخدو الدجاج، القطع ديال الدجاج نضيفوهم، الدجاج ديالنا، ونبقاو نخلطوه دائما على نار متوسطة. كيف ما قلت لكم، أكلة البايلة هي أكلة من جذور عربية أندلسية، وكانت تسمى ببقايا، أي كانوا ديك البقايا ديال الأطعمة اللي كيحصلو عليها الفلاحة، وكيعطيو الأكلة ديال البايلة. هي راه فيها لو كيفاش كتصيبها، كتقدر دير فيها كريفيت رويال، دير فيها بويزو، دير فيها سلحم، اللحم والدجاج وكلشي كيدار فيها، والحوت وكلشي، ولو الطريقة ديالها. من بعد أعزائي المشاهدين، كنبداو نضيفو في الطماطم، وكنضيفو مزيان، نتركوهم لبعض الوقت كيتخلطو،
الصراحة جربت مكلارها رائعة، أنا شخصيا عجبتني بزاف. الأرز ديالنا ونبقاو في عملية نحركوه باش تخلط المكونات ديالنا كاملة. اللي عنده شي ملاحظة تدخل خلي لي كومونتير باش نعرف الاشياء اللي كندير ايجابيه والاشياء السلبيه، وانا نتقبل النقد البناء. ناخذ المرق اللي بقيتنا اللي صيبناه في الاول، كنبداو نزيدوه نضربوه به فوالا. ثم مرحلة التزيين، زينو البيضة ديالنا، ناخدو الفلفل اللي خديناه في الألوان، أنا خديته في الأحمر والأصفر، قطعتو على هاد الشكل، نوضعو بطريقة وهاكا، كيعطي واحد المنظر جميل ورائع وحتى في المذاق كيجي زوين. ثم ديما على نار، دابا نديرو نار هادئة طيب بالمهل ديالو. هما راه دوك الفلاحة اللي كانوا في إسبانيا وهادي راه كانوا كيطيبوها اللوت، وإلا طيب شي البايلة على الفاخر ولا هادي كتجي رائعة جدا، كتجي روعة. ثم كنوضعو الحامض أي الليمون، ممكن
الآن أعزائي المشاهدين، هاي الطايلة ديالنا وجدناها لكم بالصحة والراحة والعافية. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها وخلو لي دي كومونتير قول لي واش زوينة ولا لا. إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.